السلام عليكم. وعليكم السلام. عبد الرحمن الشمري، كيف حالك؟ اهلا بك. مبارك. الحمد لله. اهلا وسهلا. و انت ممكن هل الناس يعني ممكن انت ايش عن تجربتك، يعني ايش في اول في مشكله وبعد ايش في نتيجه من لا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اخوكم عبد الرحمن الشمري من المملكه العربيه السعوديه. الحمد لله بحثت انا قبل، عندي مشكله الانزلاق في الغضروف بسبب حادث، والحمد لله على السلامه. فبحثت عندنا في المستشفيات عن العلاج وكذا، فترهم قرروا لي عمليه، فعمليه وتاخذ وقت تعطل، مشكله الظروف شوي ما سمحت لي. فبحثت عن علاج بديل اللي هو عن طريق النت وعن طريق المواقع اللي هو الايربيدا، والحمد لله قبلنا الدكتور سراج الحمد لله، يعني قرروا لي فترة علاج يعني حول 20 يوم، فأنا من الوقت ما يسمح، فهم ما شاء الله كتبوا لي العلاج الحمد لله، وستة أيام الحمد لله زال الألم وكل شيء والحمد لله الحمد لله. وممكن في 2 يوم باقي من النساء باقي في العلاج إن شاء الله، وبعد هو ممكن اريد اقضي شوي دواء من بيت، وممكن استهدم من بيت ان شاء الله. ان شاء الله في ممكن 5% في اعراض باقي، ممكن انت اريد استمر من بيت شوي وقت. لا ان شاء الله، لكن ان شاء الله في اصل فايده في كثير، يعني اريد اعلم ناس يعني في موجود من علاج عشان غضروف انسلاخ ودخل على الاعصاب يعني. ايوه انصح اللي يبي مثلا العلاج الطبيعي انصح بالمستشفى، مستشفى ايرفيدا في منطقه الكيان، صراحه علاج وشفاء تمام، تحس بالراحه وكل شيء.